سافرت الى الطائف وانا انوي الاقامة اكثر من 4 ايام، فهل اقصر واجمع ال4 ايام الاولى ثم اصلي صلاة المقيم، ام اصلي صلاة المقيم من حين وصولي؟ من حين وصولك ما دام انك ناوي اقامة اكثر من 4 ايام فانك تبدأ اتمام الصلاة من اول ما تصل، من أول ما تصل تنوي تتم الصلاة لأنك أصبحت مقيما. ولكن حتى لو كانت إقامتك أكثر من 4 أيام ويجوز لك القصر، لكن كيف تصلي وحدك والمساجد قريبة منك وتسمع الأذان؟ اذهب وصل مع الناس والحمد لله، واحضر في المساجد. نعم.